المنافقون في منابرهم احذروا حلقات تحفيظ القرآن، ونقول في منابرنا احذروا أرباب العلمنة المنافقين والمنافقات والدواعش والبغاة والروافض ومثير الشبهات والشهوات. نقول كما يقول علماؤنا الكبار: احذروا الحفلات الماجنة والدعوات المشبوهة، احذروا التبرج والسفور والعري والاختلاط والفساد، ومن بالماء العكر يصطاد. احذروا الحفلات الغنائية الكوميدية والسينمائية، وإن زعموا أنها ترفيهية فما هي إلا مشاريع تغريبية بخطوات مدروسة تدريجية وضوابط تغريبية لا ضوابط شرعية. ألبسوها أثوابا جذابة ومغرية، وغلفوها بمعاني التغيير والتجديد للأفضل. ترفيه ليس لهم عندهم بدائل غير المجون والغناء والرقص والاختلاط، ما هو إلا عار وخزي ونذير شؤم على البلاد حينما يقدم الشواذ كقدوة للشباب. أيها المترفون المترفهون، إنكم تنفقون أموال الناس على برامجكم التافهة بغير حق ولا فائدة، تنفقونها ثم تكون عليكم حسرة ثم تغلبون. نعم، ستغلبون في معركة القيم والأخلاق، سيغلبكم المجتمع الذي لا يزال ثابتا على دينه مهما تعثر أوضعه. لن يقبل المجتمع أن يكون الترفيه مستوردا لأقدر ما في الثقافة الغربية لإفساده وتمييع عقيدته وقيمه وأخلاقه. ستغلب برامجكم حلقات تحفيظ القرآن الكريم التي تحاربونها، ستغلبكم مآذننا السامقة التي تدوي الله أكبر الله أكبر كل يوم وليلة 5 مرات فتلامس أسماعنا وتسري في قلوبنا وتخالط أبشارنا وتوقظ وليلة 5 مرات فتلامس أسماعنا وتسري في قلوبنا وتخالط أبشارنا وتوقظ أبناءنا وبناتنا الذين جاءوكم غفلة أو استطلاعا. ستغلبكم صلوات أبنائنا وبناتنا ودوي قرآنهم في المحاريب والمساجد وأعماق البيوت والقلوب. ستغلبكم دعوات أمهات العابدات وآبائهم القانتين الذين لا يفترون في سجودهم عن قول: اللهم من أراد بنا وبأبنائنا وبناتنا وديننا وبلادنا شرا فأشغله في نفسه واجعل تدميره في تدبيره. أيها الغيورون، احذروا المترفين والمترفهين الفاسقين، ولا تخالطوهم ولا تدخلوا حفلاتهم ومجالسهم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع